الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذر خبراء اقتصاديون من زيادة في العجز المالي في الموازنة لعام 2023 في حال استمرار توقف الصادرات النفطية من كردستان العراق. وقال الخبراء إن استمرار توقف الصادرات النفط كردستان العراقي يتطلب قيام بغداد بتمويل رواتب موظفي كردستان بنصف مليار دولار، أي 650 مليار دينار شهرياً، ما سيفاقم من عجز موازنة عام 2023. وأوقف العراق في شهر آذار الماضي 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من كردستان العراق وحقول كركوك الشمالية عبر ميناء جيهان التركي. أعلنت وزارة النفط مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقي سومو. وأوضحت الوزارة أن مجموع كمية الصادرات بلغ من النفط الخام 98 مليون و634 ألف برميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و796 مليون دولار، مشيرة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليون و634 ألف برميل، وأن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و288 ألف برميل في اليوم. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن الصادرات التركية للعراق خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت مليارين وسبعمائة مليون دولار. وقالت الهيئة أن حجم الصادرات التركية للعراق خلال شهري كانون الثاني وشباط وآذار من العام 2023 بلغت مليارين وسبعمائة مليون دولار، مضيفة أن صادرات تركيا للعراق خلال الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 12% عن الربع الأول من عام 2022. ويستورد العراق معظم حاجته من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، إضافة إلى استيراده من الصين التي تعتبر أكبر مصدر للسلع والبضائع في العالم. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مبيناً أن النمو في المنطقة سيكون مدفوعاً بشكل أساس بتعافي الصين والنمو المرن في الهند. وقال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المحدثة تعني أن المنطقة ستساهم بنحو 70% من النمو العالمي. يذكر أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ توسعت بنسبة 3.8% في عام 2022. ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.6 هذا العام، وهو أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر تشرين الأول، وفقاً لتقرير آفاق النمو الاقتصادية الإقليمية لشهر أيار. وعلى مستوى الدول، رفعت المنظمة من توقعاتها للنمو في الصين وماليزيا والفلبين ولاوس إلى 5.2 و4.5 و6.4% على التوالي. ارتفعت أسعار النفط لتعكس الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وذلك في وقت تلقى فيه البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من الصين والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بظلالها على السوق. وأظهرت بيانات رسمية أن نشاط الصناعة التحويلية في الصين انخفض بشكل غير متوقع في شهر نيسان في أول انكماش لمؤشر مديري المشتريات الصناعية منذ شهر كانون الأول، كما أظهر استطلاع توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، مما يدعم السوق بعض الشيء. قبل الختام، إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
اللقاء.